بس فيه اللي في برنامج رقم لك يخليني بعد التكنولوجي تاير في برضه تاير للحد الادنى 2000 جنيه عندك حاجه ماشي الحد الادنى 2000 جنيه والحد الاقصى 5000 جنيه حتى بالنسبه للجمهوريه لا دي الدخل كامل بالاساسي بكامل لكن كل 1000 جنيه بعد الخمسه سوى تحت 100 جنيه بمعنى ان انا هزود 10000 يبقى 2000 ونص تحت 15000 هنزل تحت جدين 3 20000 3.5 25000 كل ما تطلع فوق كل 1000 سوى تحت 100 جنيه يمكن اغير جمع الدول العربيه والاسلاميه تحت لواء تحت السياده المصريه تحت السياده المصريه عندي ازاي اقدر احل مشروع سد النهضه وقلت للسيسي ولا حد سال ولا حد بيسال ولا حد عاوز يسمع خلاص مش ينفع ما ينفعش ما ينفعش من الفكره بتاعته وهي في سريتها حضرتك بتقول في سريتها اه نعم بتقول المره الثانيه ان انا في نفس الفكره